وبعدين فافاين كوبان كبيحيو شركة نظيف كلين كومباني وشركة اسكو حوتا شقالها هي شقطونا هادين عن نظافة شركة نظيف كلين كومباني وحان أساسني بشي تطبات ستيدي توبان كيجي لبادة كوني لباتنكا وحان كوني أساسني لعق دانشن لاتن كنوشن كسومالي لانشلنا وقت جاس لعق توحنو أذيك سني حيسيس إنان كسامينو وراقة صوت طابعنو كباهنو قوبيه أي كوكولميين بلشدو شركة نظيف كلينو كومباني وحي شقابو رسميسي مددي انتا اي شقينيسي كون شان بقل الى لبا كون او شقالا فايدة دو حان كسامينا اما فايدة دو قد ميسان سامينا شقدونا ها يو لو شقايا ها واحد شاتشكاريا شقدونا وحلا شاتشكاريا تبان دورر لو شقينا لبي تبان دورر فايدة دي عان وليح دي بلوت قياسنا حان فايدنا لقاب صوب الى بش سقالات الى بش لبات وحان سامينا كون يستيد بقل او متغان اي فايدة waxa mar walba bil walba dhigaal noo ahaayo dhigi jirnay $300 adban idinku hambalyeenaya initiative ka ama bilowgaas business ka maaragtay ganacsiga noocan oo kale ah ee waa feasible waa baahi goobaha shaqada iyo dadka ee mashquulsan ee xataa even maaragtay guriyaha ee loo service kale oo kale ama adeeg kale loo qabanay marka waa arin suurtagal ah inay guuleysato marka intee leeg bay jirtay markii shirkadu khibradda iyo waayo aragnimada ma leedihiin ma adiga leh ma tiimka cid ka midaba leh si aad u tababartaan qalabka iyo waxa la isticmaalayo iyo guriga safety-ga iyo wixii ku saabsan talabaadna wax weyn shaqaalaha ka dhigta بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي وعنا وانا سيد داود الكسور وهذا برنامج كترتك على بورك جناح سيدك اللي دوان ندرك تشمل الشمال لان قرانا جناح سيد ير يا سنة كتر تمايا وبرنامج بريمير بانك وسنة كسيسي شوكتا وقبت جودها با بلشاد رير الشمال لان يدو سنة دورة نيلا باتين عدد الشعب هذا كل دوان يو بلشاد قيمة ذيك اللي دوان بس سنة كم حاول برنامج كنشي توصى وتعمل دونا جناح سيد ير سيلو ديري قليو كبع جناح سيد ير وحن ويريا gudoomiyaha barnaamijka tartanka laawurka ganacsiga Hamse Cumar ku joog aan jeela saabka ugu soo dhaweeyaan waxaan jeelaynaa in la soo dhaweeyaan aqoonyahan Cabdikariin Ismaan oo isaguna ah cilmi baare marna tabara Cabdikariin Ismaan soo dhaw عبد الكريم وكسور وينينا ايوه حكا لان شعلي ندلس هو دويسان عبد الرحمن علي حرسي وبرام شهرنا نقلق قيب قلي اوه تابري اسلام مركزين قناسي قيبك عبد الرحمن شهدو حبون تهود دنبايسي وقود ديگان كلاساريستا وحاونا قندونا ابراهيم سعيد اوه دقاليهن رير سومالان وحاكا ابراهيم سعب كيلوس هو دويسان واكوما عبد الرحمن علي حرسي عبد الرحمن علي حرسي وحاو شهادة هير كالباد اي جامعات دي ماستريسكا وكا قاتي جامعات كتالة ودن كماليزيا وحانو كتخصوصي ارمها مامولكا ايا جناعسيقا
وحاو كسو شقيه هيدا BSI او سو مامولي مشاريع كلا دوان سيدو كلا وحاو كسو شقيه هيداها Africa Education Trust اي Handicap International عبد الرحمن واساسها اي قدوميها شركة دهاسي كونسلتان او هادا كشاقي سرد منجيس كا أفريكا اسلام ارکاسینا حروما کوله مگالوین که هرگیسه چکچگه یه مقدشو وکوم ابراهیم سعید یوسف وحاو شهاده دا لباد ای چامعات ده ماستریسکا وکا قاتای چامعات کو تاله ودن که سودان ایساگو کو تخصوصای علمگا دا قارها وبرسره ولبي 19 كي سنه او دنبيهي واخ كدغاي جامعادها دالكا وحنا لاغو ابال مريي ابال مرينا معلنمو او كومتايستي دالكيسا وناكسن ايدينا واخ باريدا وحو كسو شقيه شركه الذهب شيل وحو ها غدوميه كخيغانكا هيئه وعي جلينتا راشينكا اي سوماليلاند ابراهيم واساسها حرونتا لا تالينتا غنعسيغا سمارت وكوم عبد الكريم عثمان جامع عبد الكريم عثمان جامع وخبير عالمي او تخصصي كوبعينتا هوغامينتا استراتيجيادا هالابور كاي تكنولوجيادا وخبير هندسياشي سا فكرده هوغامينتا اي استراتيجيادا اي حكتان هافر اي ام اي دي وجامعادها دون كوغو هريا عبد الكريم وحو هوغاميه كسو نوقدي شركه تكنولوجيادا اي كوو كوبعيه هوغامينتا وحو سو نوقدي هوغاميه هانكن سكول اوف ايكونوميكس اي ستوكهوم سكول اوف ايكونوميكس اكساجاتيف ايديوكيشن بروجرام افريكا عبد الكريم وقراغه بوغا خيلكاس وكوما حمسة عمر كوچوب حمسة شيخ مصطفى عري عمر كوچوب وأديقة بلشو طبان كي سنة ودنبيه كشقين ايي أديقة بلشادة قيبه سكال دوان وبرا وحكر لغا قار كميدا چامع داها دالكا إسلا چير كاسينا تاببرك بحيا حرومها تاببرها دا اي دالكا وبرنامج سو سارالي هلابور برنامج ياي كميديهين عويس كعوليما دا اي قار كالي وقدوميها ترتن كهلابور كغنعسيقا يريار سنت كان إلا بدأ كون يصدح يلا بعتنك. ترتك حساب بدل واحد نقول دونا ما أبي كان عاوز شالين أنا يرنا كواحد أفراد بنو يدي عاوزين هلكن أي مدن وصعب كشالين يقولوا شو رويسن واحد يدي كواحد النظيف كلينين نظيف كلين واحد شال صعب يقولوا شو رويسن. نظيف كلينين وشو رويني مر كهارة. واحد شال هل سؤالنا في ديو ولي برامج كان ترتك على بورك جناسية. هرم موقعك شيء مسك له سعته وربنت ولي كمان عن قيد كمين لكن برنامج كان للسعودي هذا أي حليب وجود بيسيب عن متقن الدواني قلا شق هذا يده وكلا قبته سنة كارك وقولي لكن ولي ما أوجيني سوق سوق عليه والله دي كش غين سي قيد تنظيف سوبر كلينر ما في سوبر كلينر واتحين محتك فلس برنامج شعو والله برنامج في عنوي وأنا كبر قاعدين يا بريمان بانكا لكن هل عطسي ما وطع أنت دمانتين إن هالمر أن كذا سلنا حبيبك النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مو كذا قال كره. وطهي واحد شال هنا ما قاعد أقوله وذا كتب برشدة إيوه هل كانت كشعته إيوه كمل يعيش. ما قاعد يقص تعم خضر عبد سلام جامع وحن هي أساسها يملك لها شركة النظيف كلين كومباني. هل كانت كشعته؟ هرقيسة. وطهي نظيف كمان يوحنا ذيك هلا بحي هذه خبرة ده لنا عجناه سيها لكم فرد ده واحد صوب ده جدا وطهي عشان ده غو برستيشن في عارض كسر مين ده وطهي إذا قاعد بحسه يو قرشاش كم بنيجا قرن وطهي وكو بلامس كوبادن فافاين كوبان كبحيو شركة نظيف كلين كومباني وشركة سكو حطا شقالها إيه شقطونا هادين عن نظافته شركة نظيف كلين كومباني وحن أساسني بشي تطبات ستيدي تبان كيجي لبعض كوني لبعضنكا waxaan ku aasaasnay lacag dhan 500 kun oo shilinka Soomaaliland shilina waqtigaas lacagta waxaan u adeegsanay xayeysiis inaan ku sameeyno waraaqada soo daabacno ku baahino goobaha ay ku kulmeen bulshadu shirkada nadiif cleaning company waxay shaqo abuur u sameysay muddadii inta ay shaqeynaysay 1500 ilaa 2000 oo shaqaala ah oo isku jira dad wax bartay iyo kuwa aan wax barin adigaan bixin waxa weeye وشغالين تشغالا نظافة سيدي كروتوغستا يروا هذه نظيفين تقوبي كنحسيغا يشغالا ادي نقطة قوبي وحبرشادا قوبي عافماتكا حفيسيا دي خوتيلا دي مهارا دي يا ميرد رسمياش عصب فوقيا دي كريهي بنغلوين كي يكو اللي اوبرقرين تدبلوها غاتي ميرد دركا كريها يدرسيا دا شركة
مشينك الشركة ده يكون رقلا قاعدة وحكمي ذا وأنا هرت أوجاتها مرك بيسنس آس يسوي إنتان قذب قذب كوادين أوجاتها لو شقيها قعدوا يهي قذب كلبات قيمة هاد بحنهم وامحي وحن قيمة بحنهم حيوي وشقال سينتا شغلة نظافة إيه هلست الله شقية آمنة حرير كان معاميش الله لين وامحي وضمانت يو دريال معميل يبلن فريد شقوا ذاك يلا لنا ينهاي وحنا لنا فورمانة دي وحنا قاع عويان اسمي يا شعصب دمر كدلا لا ذا وحنا قاع عويان قريه يلا شقيه شركة ذا كونستركشن هذا عمر اسمي يا شو حنا قاع عويان اسمي يا شيء دسان نوتايو يمكن هاد وحنا لتيكس شرعي يا بنا قاع عويان تشانلز كانوا أديك سنو وحوي بريبل شدي فيسبوك كي إنستغرام كي سيتوسو ماركت لو سمايو تي في يديون وربحنا كبحنا راديو دي الى دخل و حنا سو غلا وا شقه دونه iyo lo shaqeeyo shaqaalaha shirkada ka howlgala waxa weeye wa shaqaalaha suuqinta ah li haween sidoo kale wa shaqaalaha meherada ismiyaasha cusub noo qaabilsan iyo madaxa xafiiska iyo daryeelka macaamiisha wa hal gabadha marka aniga la iga reebo maamul ahaan waxyaaban kulad kaga duwanahay shirkadaha suuqa nagu la jira horta markii ugu horeysay anaga ugu horeynay imkii shirkadu soo badanayaan waxa weeye waa sharci iyo damaanad u dhaxeeya shaqadoonaha iyo loo shaqeeyaha sidoo kale waxaan toobarnaa shaqaalaha ka shaqeeya goobaha ganacsiga iyo goobaha shaqada waxaan abaal marinaa oo abaal marin siinaa shaqaalaha ugu wanaagsana iyo loo shaqeeyaha ugu wanaagsana muddo badan wada xiriiraya ama isku shaqeynay sidoo kale waan ka warheynaa shaqadoonaha iyo loo shaqeey waxyaabaha kaga duwanahay weey kumbaniyada kale daqdaqaaqii ugu dambeeyey suuqgeynta waxaan isku xidhnay 107 loo shaqeeye iyo 107 shaqaalo la shaqaaleysiiyey hadda waxa shaqada suuqaya waa 64 shaqadoone age-ka u dhaxeeyaan shaqadooneyaashu waxay waa 18 da'doodu ilaa 50 boqolkiiba 60 62 ilaa 50 waa boqolkiiba 30 shan iyo 30 ilaa 54 waa boqolkiiba 10 dhismayaasha cusub ee soo codsaday waxa weeye toban dhisme oo waa soo codsaday in loo nadiifiyo waxa ma taqaanaya inaan loo shaqeeyin waxa weeye waa 7 waxa loo shaqeeyin waa 3 sababtuna waxa weeye qalabkii baan ugu yaraa aan ku kinin gareynayne lixdii bilood ugu dambeeyay marka laga soo bilaabo bishii 9aad 2022 waxaan isku xidhnay dad dhan 44 qof oo isugu jira 22 loo shaqeeya iyo 22 shaqadoone bishii 10aad waxa weeye 84 marka halka waxaan ugu soo biiray 4 loo shaqeeyay bisha 12aadna waxaan u shaqeynay 6 waa 30 iyo 30 waxaan ugu soo biiray 12 loo shaqeeyay iyo 12 shaqadoone bishii 12aad iyadana waxaan u shaqeynay waa 7 waxaan ugu soo biiray waa mutaqaanay 10 waa 15 loo shaqeeyay 15 shaqadoona bishii 2aad ee sanadkan hoos u dhac baa u miday oo waa 16 waxana sababay dagaaladan iyo khalkhalkan ka jira dalka bishii mutaqaanay 2aadan imi kugu dambeysan waxaan isku xirnay 6 qof 3 loo shaqeeyay 3 shaqadoona waxana soo kordhay 2 shaqadooni 2 loo shaqeeyay soo kordhay faa'iidada waxaan ka sameeynaa ama faa'iidada ugu dambeysan sameeynaa shaqadoonaha iyo loo shaqeeyaha waxa jaaj garay shaqadoona waxa la shaaj garay $10 loo shaqeeyna $12 faa'iidadii aan 6 bilood qiyaasna waxaan faa'iidnay laga soo bilaabo bishii 9aad ilaa bishii 2aad waxaan sameeyay 1800 oo ma taqaanay faa'iida waxa mar walba bil walba dhigaal noo ahaayo dhigi jirnay $300 maalgelinta aan rabnaa waxa weeye alab atomka lagu nadiifinayo qalabka lagu nadiifinayo qalabka ugu horeeya waxa weeye qalabka khashinka ka saara daaqadaha waxaan u baahanahay 6 mid midi waxa la siiyay $300 marka waxa noqonaysa total 210 qaybtan kalena qalabkana waa qalabka khashin aan qalajiya ama dhulka ama rooga isna waxaan u baahanahay hal xabo totalkiisu waa 370 waa 370 qaybtaasna waa qaybta nadiifiya marmarka iyo hoolisha iyo waxa aad baad u mahadsantahay khayr salaamta khayr aad baad u mahadsantahay waxaan ku rajaynayaa adiga iyo kooxdaada nadiifiye cleaning inaad guuleysataan runtii waxaa soo baritay branch fiican waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha barnaamijkan madasha hoolka nagula shagan
waxaan idinku soo dhaweynayaa tartanka xisaab badan oo marka dambe heshiisku sii kordhiyo. waxaan idinku soo dhaweynayaa xubnaha guddiga Khadar. waxaad halka ku difaacan doontaa lix daqiiqo haysataa. waxaad difaaci doontaa barnaamijkaaga iyo bal hawshii isleeda soo gasheen. su'aalaha nimanka ganacsadeed ee waxaa laga yaabaa in badan inay adduunka soo arkeen meelo badan oo arrimaha ka shaqeynaya la kulmeen. khabrad dad ka faa'iidi doonta waxaan ku rajeynayaa inaad halkana dhibco weyn kala kulmi doonta caawa. waxaan ku soo dhaweynayaa xubnaha guddiga. aad baan idinku hambalyeynayaa initiative-ka ama bilowgaas business-ka maaragtay ganacsiga noocan oo kale ahi dee waa feasible, waa baahi goobaha shaqada iyo dadka dee mashquulsan ee xataa even maaragtay guryaha loo service-kan oo kale ama adeegan oo kale loo qabanaya. marka waa arrin dee suurtagal ah inay guulaysato. marka intee leeg bay jirtay markuu shirkadu saddexdii sano waxoogaaba uga hadhan laba sano iyo bar way jirtaa. waan gartay waxaad si fiican u soo dhigtay inay growth sameynayso koboc oo maaragtay isku xirka aad isku xiraysaan dee qofkii customer-ka ahaa baahida qabay iyo qofkii shaqada shaqadoonka ahaa. profit ma samaysan so far? profit waa la sameeya, waxaa naga galaa inta badan waa yaryahay oo waa waxa weeye shaqaalaha uun barafitkan anigi kuu sheegay halkan kuu sheegay bil kastii $300 baa shirkadda dhigaal u ah. marka laga reebo expenses-kii baxay haday shaqaali noqoto masxaadii internet-kii office-kii marka bil walba barafit waa la sameeyaa. imise qof baad tihiin imika shirkadda xilli? shirkadda waxay iga horgalay waa lix haween oo market ii qaabilsan iyo inaan xafiiska ka shaqaysiya anigoo maamula. sidoo kale waxaa dheer shaqaalihii media dhismayaasha cusub ku shaqaynayay wixii fursadiya soo baxa marketka. imise bilood ayaa $300 profitka ama maaragtay faa'iidadii ay ahayd joogto ahayd? horta lixdii bilood u dambeysay waa joogto. $300 bay ahayd? way ka kordhaysay laakiin si rasmiya lixdii bilood u joogtay faa'iidada oon dhigaynay. saddexdii bilood ee ugu dambeeyay ma isku mid baa faa'iidadu? faa'iidadu mi bishii bil sidaan kuu sheegay bishii 12-aad waa ugu barafad badnaad oo bishii aan ugu shaqda badnayn ahayd. ma isleedahay businesskan wuu kobcayaa macnihii oo? wuu kobcayaa oo qorshaha saan usoo dirnayba lixdii bilood baana waan qorsheynay aan waxaan qabanaynay bilihii koowaad in magaca shirkada la dhiso, in ofisya kale la sameeyo, in abaalmarin la sameeyo, in sanadkan mataqaanaa xaflad loo sameeyo oo lagu baraarujiyo dadkii shaqa abuurka sameynaya in lagu guddoonsiiyo kiftiyo iyo hadiyado mar walbana uu soo baxayaa. oo kombiniga hadda inaan branch dalalka uu gobollada geyno hadda sanadkan gudihiisa wax noo qorshaysan boorama inaanu xarun ka soo furno Hargeysana xafiis labaad laga sameeyo. Nadiif Company waan idin ogaadinayaa. aad buu mahadsantay ustaad. Allah idin barakeeyo. haddaad guuleysataan hadda iyo haddii la idinka guuleystaba inaad sii wadaan oo kolay khibrad ma ka kordhisanaynaa ayaa insha Allah idin rajeynayaa. insha Allah. anoo sii daba socda su-aalihii cabdikariim ku weydiinayo runtii aada muhiim u ahaa. waxaan arkayay dadka aas ku xidheen garoodku inaanu badnayn oo 40 ilaa markuu dambeysay 60 maaragtay aanu ahayn maaragtay massive. marka sidee baad yacni tusaale ahaan oo kale haddaad dadaashaan ama investmentkan ku guulaysataan tusaale ahaan imisa ayaad isleedihiin waa isku xiri kartaan? saan soo sheegnay waxaa noo qorshaysnaa bisha koowaad ee sanadkan inaan isku xidhno 60, bisha labaad inaan isku xidhno 80, bisha saddexaad inaan isku xidhno 100 la gaarsiiyo, 120, 140 ilaa 200 sanadkan 60 bilood ee ugu horeeya sanadkan la gaarsiiyo. aan isticmaalo channels-ka barnaamijyadan ku sameeyno, aan xoojino market-ki tooska, aan xoojino dadaal badan aan gelino, walow suuq hadana la soo galay oo shirkada markii la bilaabay in la sameeyo company kale oo hadda dalka ku cusub laga yaabaa iminkan lafteeda laba company baa tartanka ku jiraan filaya. marka baahiduna aad buu badantahay, dadaal intaa ka sii badanna waan sameynay. marka hore kaliya baan ku hadlay laakiin team worker bay la shaqeynaya. tiimkaasaan dadaal badan iyo tababar badan iyo dhaqdhaqaaq badan inaan sameyno aan ku dadaalaynaa inaan waxaan targetkaygu yahay in aan qayb ka qaadano oon burburino shaqo la-aanta baahsan ee dalka jirta. hadday kuwii waxbartay noqoto iyo kuwii aan waxba baran, kuwii waxbartay wax naga caawinaya marketkii iyo shaqaalihii ofisyadii noogala shaqeynayay, kuwii aanan waxba baranay inaanu tababarana siino shaqo abuur noo sameeyo dhinaca nadaafadda, xirfadii nadaafadda ay ku shaqeeyaan. marka mar walba dadaal baan sameynaynaa. aad baad mahadsantay. su-aasha labaad aan ku weydiinaya waxay tahay nadaafaddu waa wax u baahan aqoon iyo farsamo.
خبردة يوايا لك نمضة من اللي ذهين ما عديق عليه ما تيمك عيدك مدابا عليه سياد أطوى برتان قلبك إيو وحلا استعمال إيو قريقة سيفتك إيو وحيك صابسان طلبات نحو ينشقال حق ذكتا أدبو ما سنتهاي حرت توبرك أنا جالفتي توبرة أو بحية أو كورسات أونلاين أيو علم بارس بدنون أنا جسمي صدق شيء بأنو حوجة صارنين قف يتوبرنا وضمانة دي أيو متقنا قف كان إنه نقض قف طاعة أو حديثان أيو وحان السمين أخلاقيات كن لقول الصو سواء كلا إن أنا أقوم أصينه أتمس كلا استعماله ما قلب كلا استعماله يوم دام يجون آخر سنكرين وحد دباتو كين كرا أكيم كذا أما إليرتشو كين كرا أما دباتو جين كرا إن أنا وجدكنا أو متغنا كنا نتلنا قبعة هيك شقينا يعني إن قلبي ذا لقيت ده يوم دام قف دباتو جين يوم حقيقة دان شقدونا هاي يلا شقيو حنا جلسوا حريران إنت بدن سوشيال ميديا فيسبوك بيج بان لين هاي إنستغرام بان لين هاي لكن وحائم كا توس حتى ماركت توس عن قادنا وح لكن يمك فائدة أو بدن كهنا كاستمرس كأنه وسكو حرنا أيه يقول كاستمرس نقول سو حرة شقدونا ده شيء وحويان علشان أنا شق الربع صاحب كي برا إنه عدو شقي سو الربع واتكو كاي حدا يدكم حا كل فائدة سان سان هرب وسو شقي با قفك الله شقين إلا بيتون دور بالقادة أوكي قفك شغل دونينا تبون دور بالقادة حفيز كان الله يسكوه ما طايو هشيس بالوك القرى صدح هذا النعمة كي لو شقين إي هشيس بالقرى كي شغل دوني هشيس بالقرى كي دمين كهان هشيس بالقرى حتى ناشنال إيديغا رلاشت السومال لانتان ناسي هدو طولاتي هول أوتي ما طو حال لوكو هلكرو لكن أنا مكسر كده حنوم برفت كون إجنا ودبات تماطو شركة دينها صدق بقوي منا يا بلش دينه حبوا منا دبات مو ينفع إذا منا نسمين مركا كنوشن في عم بانو سمينا شو هالشيء ده بس هدي أي دبات كيانان وهو حضان أما وحدلان أما عرور تمار تدبات يان دور نوعيبة إذن كل ذيهن حرتها صدق هذا سنين مكا لبضع سنين بركان شقين واحد دبات عروس سمينا أرك لكن هدي تماطين عن كونسلتين تل كبحنا ndagdagaaq la sameeyno oo qofkii dhibaatooyinka ka tabinayay aan damiinkii qofkaan ka yeynay u keenno la xiriirsiino wixii sharci u baahan sharciiga adeegsino wixii aan waan xalin kareynana aan xalino laba su'aal oo panchaan ku diyo su'aasha koobaad mashruucyada noocan oo kala nadaafada goobaha laga hawlgalo oo goobaha inta badan halis ay ku gadaameen hadii ay dhacdo shaqaale goobti shaqada ku jira sidan nadaafadii oo kale ama gurigi meeday ama masaxaya oo halis ay soo gaadho qab noocayad u maareysa si suurtagal ma tiinad nala wadaagta dhacda dhacday oo si wanaagsan u maareysa ma halis diba nafaadin se halis dhaaw oo kale ama wax soo gaadhan dib miyo hoos taas meenaan arag laakiin hal qisaa jirta oo aniga kumbani ahaan ugu dhacday 2020kii waqtigaan cusbayn waxaa jirtay waxaan isticmaal jirnay heshiiska daran kala qorno registration banu sameen jirnay waxa dhacday laba hablood oo walaal ah mid ka mid ahna reer u geeyney waqtigii way waxay ku beegneyd gobolada la ciyaaray kubada inantii ma taqaana shaqadii ka tagto anan noo soo sheegin qofkii loo shaqeynayna inuu sheegin shaqadii ka tagto badan qofkii loo shaqeynay anana la soo hadlo nagu inantii way naga tagtay inan kala noo keenay anoo sidoo ka howlan saddex bilood ka bacdi in waalidkeenu imaadeen oo dhaadeen inantii aad shaqo geysan markay aad iniga neetimada noo dambeysay war bixin ka sii da markaan u sheegnay inaan waqtigan ugu dambeeyay damiino walaashid ka ahay Xaasil Murad walaay xiray waxaan ku xidhnaa 12 ishaan xidhnaa saldhiga dhexe Hargeysa waxa oran kara marka laga yimaado qadarta Rabbi badbaadada iyo waxaan sameeynaa waa sharciyada aan shirkadda ku dhisanta haday wasaaradii noqoto haday waxii noqoto iyo markii aniga nafahaantayda iyo connection-kiga la waaday in matqanay laga waayay inaan ta shaqada ama kafannimada aan ku shaqaleen eedayduna ma kafannimay ahayd inaan wax taariibino marka taasan oran kara dhacdadii ugu xulsayd baheed in ka soo kabano wali bana family lama jecelin laakiin aan dhabar adeeg badan sameeyay waqtigaas ku minigu waa cusba wali waxaan xasuustay inay ahayd waqtiyada iyo ku farxada badnay ee company kubcay qalabkii furniture si aan bedelay dhaqdhaqaaq fiican aan sameeyay company meesha aan ku dhex jirnaa ba heshiis aan la saxeyeen goobtan aan nadiifno laakiin qadartaas timiday waxa weeye kulli suuqa kali committee saad sheegtay waa lagu gula jiraa okay marka indhaysho dadka suuqa ku gula jira haddii aad digaag oo kaga duwantay horta waxaan kaga duwanahay waa saddex shay imi dadka u badan hadda nala shaqay waa Facebook iyo Dilal
ويرتهاي كوبا أوفيس سمستا كوبا أوفيس كسمستان وكو وبدني عبش دمك سكر أما إن كواليتي اللي هن شغاله هي شغال جينية قفكي ما أنت شغال جينية بريتولو شغال كتجية العادة ومعلنا يا قفكي شغاله كلا نمك هنا يا وعقبها وبدني نوجي ما تير رحضان حال كي وتبنتي شغالك أما أنا قبل نلقو خلدي مكان ماركت سمينا إني كان رعاي مركها مر والبحر سمينا إنا حددنا أون كل صرف في عنك سمينا شغاله إنه وشغاله بو سمينا كده ده إنه تيدو ده شقده يقبلنا يا دمانو ده ده عن متى شرعي عن أنو كل قرية عن أول نقطة ميت كل حد يوقف كي كحصة وتمين شرعي هيشيس لقى قرية أو هدو محكمة الله قال كرام الدبات خيري من كتمك وينو أنا يعني سوور قليه مركو شقده كتير قف كلوش قين سوور قليه واحدة نظيف كلينين وحن ندير شيئا يعني تقول ستان برنامج شيئا ترتك على بورك جناع سجى داود يلا انتهى سيان شارين كسوق قبينه وحن سكر وما هن غيا بعض يقول برنامج كصور ذي مقالات قروح بدينا دبي هبين وعن أو ونحسن دمانتي وحن كلها في السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله السفر كي يجي تركيا ساعة ذاك هري لعكت انت هلاك سفر لما جل كريو وحن دوني لعكتين كوسي ديبو ساعة دي قصة ضبطت وهدهوي تلفك عروتها كلها هيسته هيجي قبل واي ولا على صديقي البحر سكان قط ما أنت هاد ما اللي جتجي وركا أتكشى كامس محل عقل قاس ضبطت رأيه تلف أن أتكسى هذا شكو بهولا صوت برين من بعد نقطة هالفضين أو هالكي أتكتبه حولها كي كده بس ديسة أو أنكم بابا كلها لعكت عندك تاء ما يجي قصة ضبطت رأيه بلينا ماري كسو دوالا بريمير بانك محاين كعاوية ايه دمستر كاربانو باهانا هادا دلبو او هادا هل واو اسبوع كيسو في عايز احيان ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها